الرحيم. نعرض لكم اليوم شقة في منطقة كيرنجك. طبعا احنا الان في الدور 13، يعتبر اخر دور. الشقة عبارة عن 4 غرف صالة، مساحتها 220 متر مربع. طبعا رقم الشقة 27، داخل كامبون مجمع سكني. طبعا فيها خدمات مواقف سيارات، العربة فاتحة رسمية. مثل ما انتم شايفين ما شاء الله صاحب الشقة عمل لها تعديلات في الاسقف، سبوت لايت. اول ما ندخل عندنا المدخل الواسع، طبعا الشقة جديدة زيرو. وهنا عندنا الصالة مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة جدا. طبعا الشقة 4 غرف صالة، فيها 3 دورات مياه. راح نشوفها الان بالتفصيل. مثل ما انتم شايفين هذه اطلالتها من الصالة، اطلال على المدينة والطبيعة والبحر. ميزة الشقة جانبية، لها اطلال على 3 واجهات. طبعا عملوا لها سبوت لايت بالكامل. وهنا عندنا غرفة الطعام، منطقة هذه غرفة الطعام ما حسبناها من ضمن الغرف. هذه البلكونة الأمامية مثل ما انتم شايفين، مساحة كبيرة ما شاء الله، بالإضافة إلى الإطلالة الجميلة، إطلالة كاملة على البحر. طبعا عندنا إطلالة على المدينة، إطلالة على المزارع والطبيعة. الشقة 4 غرف صالة، مساحتها 220 متر مربع، بسعر مغري جدا. طبعا زي ما انتم ملاحظين هنا عندنا باللون الازرق جواهر مول، يعني قريبة ايضا من الشارع الرئيسي، قريبة من البحر. هنا عندنا المطبخ، طبعا المطبخ مفتوح على غرفة الطعام او على الصالة. هنا ندخل الشقة، طبعا عندنا التلفون عن طريق الكاميرا، والعمارة فيها مصعدين، والشقة مثل ما ذكرت لكم زيرو. طبعا هنا عندنا الممر، هذه الغرفة الأولى. ميزة الغرف جميعها مطلة، يعني لها إطلالات على الطبيعة، جميع الغرف مطلة، والشقة على 3 واجهات. هنا عندنا دورة المياه الأولى كرمكم الله. هذه الغرفة الثانية أيضا إطلالة كاملة على الطبيعة. وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية طبعا متكاملة. أيضا عندنا هنا الغرفة الثالثة لها بلكونة. طبعا مطلة على المزارع اللي حوالينها، ما شاء الله جميع الغرف مطلة. مساحة البلكونة جيدة جدا، تقريبا 2.5 × 1.5. هنا عندنا مخرج الطوارئ، طبعا هي تستخدم كمستودع، فيها مكان لغسالة الملابس مثل ما انتم شايفين، وايضا هي مخرج طوارئ للشقة. وهنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا نظام التدفئة في الشقة مركزية. هذه غرفة النوم الرئيسية، مساحة كبيرة وشرحة، بالإضافة إلى دريسنج روم، وأيضا دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية. فيها المروش متكاملة، أيضا إطلالتها جميلة جدا على المزارع والطبيعة. طبعا الشقة في منطقة كيرنجك، تبعد عن مطار طرابزون 5 دقائق، وعن جواهر مول 5 دقائق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.